كان في بنقعد نتريق على الامهات بتاعتنا اللي بيشيلوا البرطمانات ويحطوا فيها الفلفل والكمون والنعناع ومش عارفه ايه. طبعا بنات اليومين دول ازاي تحط الحاجات بتاعتها في برطمانات؟ لا طبعا مش لازم ماما تروح تجيب لها الطقم بتاع التشي والشجر على اساس ان احنا مولودين وفي بقنا معلقه ذهب، والبرطمانات دي تترمي، مع ان انت ممكن بحاجه بسيطه جدا، ده انت لو بعلبه مونوكيريا جدع من ام 2.5 اللي انتوا عارفين ان انا تخصص فيهم يعني، هتجيبيها تلوني البرطمانات هتبقى الدنيا زي الفل وهيبقى شكلها حلو وتحطي فيها حاجتك بدل ما تروحي تشتري حاجه ب 300 400 جنيه. ليه؟ انا الحقيقه برضو فكره البرطمانات دي انا بحوشهم معرفش ليه. عشان بتحوشين بس؟ اه. تحطيش فيهم حاجه؟ لا بس تلاقي عندي شنطه مليانه برطمانات ازاز بلا لازمه وزراير تحطي فيهم زراير ابر. لا اه والله تصدقي طبعا ده انا متخصصه بقى في الحاجات دي وتشوفيهم حتى ما طبعا احنا ممكن نحط اكسسوارات كمان لو ممكن تزرعي فيهم اساسا لا. اساس عشان دول ازاز مصمت لازم الزرع يبقى في حاجه بتتنفس لا 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 فخار. في حاجه في مزروعات مخصوص ممكن تعمل بلاش مش هفتيلك حطي فيها زرع صناعي وتبقى ديكوريشن حلو جدا صح. الله ده انت عايزه تقفلها هي بص كل حاجه منك كلمه يعني شوفي الله عليكي واقفلها هنا تقول لها بس لا ما علينا ما بيتنفسش تقول لها حطي صناعي تقول لها لا ما بحبش الصناعي مش طبخه لا احبيهم واخلصي وارميهم.